السلام عليكم والصلاة والسلام على من يطيب بذكره الكلام، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأهلا بكم متابعينا الأعزاء. قبل ما أقول لكم على أربع وصفات هتديكم نتائج مبهرة للغاية، منهم وصفة لإزالة الرؤوس السوداء وبصور حب الشباب، ووصفة لتفتيح لون البشرة، ووصفة لترطيب الشعر ولمعانه، وصفة للقضاء على قشرة فروة الرأس نهائيا. قبل ده كله تعالوا نتعرف الأول على الفوائد المذهلة لزيت الفول السوداني للبشرة وللشعر. فمن فوائد زيت الفول السوداني إنه بيزيل الخطوط الرفيعة وتجاعيد البشرة عشان غناه بفيتامين سي اللي بيحفز الجسم على إنتاج مادة الكولاجين اللي معروف تأثيرها الممتاز على خلايا البشرة، وكمان غناه بأوميجا 3 ده بيخليه يرطب ويمنع جفاف البشرة. أما احتوائه على فيتامين ه ده بيخليه يحارب البكتيريا اللي بتسبب بصور حب الشباب، وبيخليه يجدد خلايا البشرة فتصبح براقة متوهجة، وكمان ليه دور فعال في توحيد وتفتيح لون البشرة بسبب تنظيمه للإنزيمات والهرمونات في أجسامنا، وده بيحسن وظائف أجهزة الجسم المختلفة، وبالتالي بيزود تدفق الدم في الأوردة والشرايين بصورة ممتازة، وبيساعد في علاج ظاهرة تساقط وتقصف الشعر، وبيساعد في ترطيب الشعر الجاف وتنعيمه، وبيعتبر علاج فعال جدا لمشكلة الصلع بسبب احتوائه على فيتامين ه والأحماض الأمينية، وده بيخليه يزود كثافة الشعر ويمنع تساقطه، وبيحفز نمو بصيلات الشعر والأحماض الأمينية بتعيد إنبات الشعر من جديد. وزيت الفول السوداني بيقضي على القشرة نهائيا. أما الوصفة الأولى لإزالة بصور حب الشباب والرؤوس السوداء، ودي بتتم بخلط قطرات من زيت الفول السوداني مع العسل الأبيض وقطرات من عصير الليمون، ويقلب الخليط جيدا وتدلك به البشرة تدليك خفيف بأطراف الإصبع، ويترك لبعض الوقت ثم يشطف بالماء الفاتر. أما الوصفة الثانية لتفتيح ونضارة البشرة، وبتتم بخلط معلقة من زيت الفول السوداني مع معلقة من الحليب المجفف ومعلقة من ماء الورد، وخلط المكونات مع بعضها حتى تشبه الكريم في ملمسها، وتوزع طبقة خفيفة على الوجه وتدلك بأطراف الإصبع بحركات دائرية خفيفة، وتترك لمدة تلت ساعة، ثم تشطف بالماء الفاتر وتكرر مرتان أسبوعيا. أما الوصفة الثالثة فهي لترطيب الشعر الجاف ولمعانه، ودي بتتم بخلط صفار بيضتين مع ربع كوب من زيت الفول السوداني وتطبيقه على الشعر الجاف مع التدليك بالإصبع للفروة ولأطراف الشعر، ويترك الخليط على الشعر لمدة تلت ساعة، ثم يشطف بالماء الفاتر والبلسم لإزالة ريحة البيض نهائيا من الشعر، ثم يخلط معلقة من مسحوق القرنفل مع معلقة من زيت الفول السوداني ويدهن بها الشعر وتكرر مرتين أسبوعيا. أما الوصفة الرابعة والأخيرة فهي للقضاء على القشرة نهائيا، ودي بتتم بخلط معلقة كبيرة من زيت الفول السوداني مع بعض قطرات عصير الليمون وقطرات من زيت شجرة الليمون، ويدلك الشعر بالخليط ويترك على الشعر لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات، ثم يشطف بالماء الفاتر. وإن أعجبكم الفيديو فضلا ادعمونا بالاشتراك في القناة مع الضغط على علامة الإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.